مرحبا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ صحيح لاباس، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب. مهم اليوم غنجرب معكم، اذا كتذكروا ديك العراضه اللي مشيت عند المصريين وكان واحد السيد تما عمل واحد الطريقه واحد الدجاج، وقلت لكم غنعدلها وغنزل لكم. اليوم غنعدلوها، يلا هانتوما معايا وغتشوفوني كيفاش عدلتها. المهم هنايا صدر الدجاج كتصدر عندي على هذا الشكل هذا، قطعته على هذا الشكل هذا قطع صغارين، وملي قطعته عملته في الماء بارد، وعملت الليمونه، عملت واحد الليمونه كامله عصرتها وعملتها فوق منه، وعملت الملح، وعملت شويه سكينجبر، وخليته هكذاك واحد شحال ما بغيتو نتوما، خليوه في الماء، خليوه في الماء كي يتغسل مزيان. المهم خليته في الماء انا، ومن بعد عاوتاني عاودت غسلته وقطرته. المهم ها هو دابا غتشوفوا الطريقه اللي غنعدل. المهم غنعدل هذا وغنعدل هاد يعني هاد سلايس هادو مع هذا الشكل هذا. هانتوما معايا وغتشوفوا الطريقه كيفاش غنعدلها، يعني اللي قال لي هو اللي قال لي هو غنعدل لكم انا اليوم. المهم انا اول مره غنعدل معاكم، يعني اول مره غنعدل اصلا في داري ومعاكم في نفس الوقت غنعدل. هانتوما معايا غنعدلوا هاد القيمه هادي، هاد البهارات هادي، هاد الخلطه ايطاليان سيزن، هذا هو اللي غنعدلوا. كما كتشوفوا فيه المعدنوس، فيه البلاك بابر اللي هو الابزار، وفيه الثوم، وفيه فيه البصله، ممكن ذاتس ات. المهم فيه الحباق، فيها او فيه الزعتر، وذاتس ات هادشي اللي فيه. يا هادشي اللي فيه، يا سو هادشي اللي فيه. المهم هادشي هذا هو اللي غنعدلو هنايا، وغنزيد الملح، وغنزيد واحد قطيره د الزيت حاليا من ديك القامه اللي قلت لكم عليها. وعملت الزيت وعملت الملح، وجبت هاد الغطا هذا ديال الليمون، ها شويه هذا بغيت الليمون، شفتو يعني فحال معلقه صغيره ما عمراشي. المهم زدتها باش كيعطي واحد المذاق في الدجاج. ودابا غنعمل واحد البيضه، واحد البيضه، وغنعمل شويه د الحليب. المهم انا كما قلت لكم، يعني انا حاليا دابا معاكم كنعدلها، اوكي؟ يعني سبق لي ما يعني باقي ما عملتهاش. المهم كما ما غنشوفوها كيفاش غتخرج مع بعضياتنا، وغنزيد نعمل الجبن موزاريلا. انا عملت الكميه هذه، وغنزيد واحد شويه. اوكي سو دابا غنخلطها، المهم غنخلطها مع داك البيضه وداك القيمه كامله غتخلط. المهم على الطريقه هذه، بغيتو خلطوها بيدكم خلطوها بيدكم، يعني اللي بغيتو اللي بغيتو نتوما. صراحه عندي بزاف في الفيديوهات الطبخ ديالي ما هضرتش فيهم، فكنلقى نسبه كثيره كيقولوا لي هضر احسن من الكتابه. اليوم قررت انني نهضر. المهم شفتو ما كثرتش يعني في الحليب، بيضه واحده، مهم على الشكل هكذا. المهم نتوما عينكم وميزانكم، انا ما عطيتش المقادير لان ما عرفاش المقادير، على حسب نتوما شحال عندكم صدر دجاج مقطع صغير، على حسب الكميه اللي عندكم نتوما. المهم هكذا غنخليه شي 10 دقائق، انا نخلي شي 10 دقائق مرقد هنايا ونرجع معاكم. بعد ننتقل للمرحله الثانيه هذا هادو مال الستيكات. عملت هنا واحد البيضه، وعملت واحد المعلقه كبيره من الحليب، وعملت ديك القمه اللي وريتها لكم اول مره، وغنزيد عليها توم باودر، وغنزيد عليها بلاك بابر ابزار، غنزيدو مليون نخلطو. المهم هادو ملي وريتكم هاكا نخلطو على هاد الشكل هذا بالخلاط اليدوي، هاديك القيمة كاملة هيدا. صافي كنبقى نعدل هاد الدجاج هنايا، وصافي غنخلطو مع بعضياتو، وغنخليه حتى هو عاوتاني منعرفش شحال بالتأكيد غنخليه. المهم غنخليه فهاد القيمة هادية مع الملاح وهذا. المهم شفتو كيفاش غنخليه دابا بحال هيدا،
وهنخليه باش اللقاح ما تدخل فيه، باش اللقاح ما تدخل فيه. صافي دابا غنخليه. المهم خليت هذا وعدلت هذا اللي شفتوه. صافي المهم هادو ما خليت هاد الدجاج هذا خليته شي 20 دقيقة. دابا غنبدا نعدلو. المهم غنبدا الطريقة هادي وغنعدلو في الفرن. نتوما اذا بغيتو قليوه سخنوا الزيت وقليوه، اذا ما بغيتوش عدلوه في الفرن. المهم غنستمر بهذه الطريقه هذه. عملته في هذه ودرت. المهم عدلته هنا في هذه الصينيه غندخلو في الاوفن على هذا الشكل. هذا ما غنقليه ما حتى حاجه. هيدا ثم اذا بغيتو تقليوه كما قلت لكم عجيبوا المقلاة تسخنوها ومن بعد تعملوا الزيت ويسخن الزيت مزيان، ديك الساعه بقاو بداو تقليو فيهم. انا لا نعملو في الفران، انا عملت غير هذا الفران الصغير هذا. صراحه هذا عادي كشريته جديد، عجبني بزاف بزاف بزاف، وكنت كنعجز بزاف الحاجات كنبغي نعدلهم وخصني نعدلهم في الفران كنعجز عليهم لان الفران كبير وعندي فيه سواني وعندي فيه حب العدل الحاجات سو خصني نجبدو وسخنو والفران الاخر الكبير يعني كيدي الوقت باش يسخن عادي كي تبقى تعدل فيه الحاجه يعني كياخذ واحد الوقت. هذا ما كياخذش وقت صراحه، هذا داغيه الكيكه داغيه طيب فيه الحرشه كنعمل فيه بزاف الحاجات اللي كتبغي تعمل في الفران فداغيه بصراحه. ها هو على هذا الشكل هذا يعجبني بزاف 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 وسهل التنظيف ديالو غزال صراحه دربي. نعملها على الطريقه هكذا وغنزلها يدوري سواء غنقص شويه البوطه. المهم ضروري خصني نستخدم يدي ضروري يدي بحال هكذا. الطريقة هذه سوف استمر دغيا طاب صراحة دغيا 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 يعني ساهل ماهل. هاهو كيفاش تحمر لي جا مزيون الصراحة حسن من مقلي يعني فهمتو تبدل يا خرى نعملو مقلي مش ضروري أن نعملو بجوج بيهم مقليين. الطريقة هذه دابا غنحيدو وغنعمل ونعمل مره ثانيه لان عندي الصراحه ربي ما جاتش على داك الشكل اللي كليته انا ما لصقتش مزيان كان باقي خصني نزيد لها البيض للاسف. نتوما زيدوا لها البيض وما عملت لها شي حاجه اخرى. كان المفروض خصني نعمل لها شويه د الطحين فما عملت لها شي الطحين. زيدوا البيض وعملوا الطحين انا ما عملت لها شي الصراحه. المهم جاتني على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا يعني ماشي ما جاتش كما شفتوا هذيك المره يعني ماشي بحال ديك المره. المهم تجربه ما عندي ما نعمل. وهذا بصراحه ما نقولكمش جا كيحمق 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 سرتو ما عملتوش مقلي عملته في الاوفن يعني ما هزش الزيت نهائيا. اول مره كنعدلو في الفران باش نكون معكم صريحه، انا اول مره كنعدلو في الفران فما عليكم الا تعدلوه في الفران بكل صراحه ما كيجيش يهز الزيت بزاف وكيجي بنين وكيحمق. التقديم ديالي مع الدجاج غتكون نص باكيتي من يدي وحياه شنو كتقول داك المثل من ايديا وحياه عينيا. مهم هذه هي نص باكيتي ديالي عدلتها انا على الله تعجبكم. مهم عدلتها ولكن ما عطيتلكمش الطريقه. اذا بغيتوا الطريقه ديال المكرونه السباكيتي ديالي نعدل لكم ماشي مشكله. مهم الغزالات ديالي الحبايب ديالي ما نجحتش في هذا
ولكن المره اللي ما جا كما قلت لكم غنزيد له اللي قلت لكم غنزيدو له. ولكن هذا دائما كنعدلو مقلي، وهذه المره عملته في الاوفن في الفران، صراحه رائع ما عليكم الا تجربوه صراحه ربي. وهنا غنقول لكم يا رب يا رب يا رب يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش باللايك، اشتركوا معايا في القناه وعملوا لي اللايك، ما تنسوش يدقوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنتمنى يعجبكم هادشي هذا اللي كنعمل، يعني انا كنحاول ما امكن نعمل داكشي ساهل سامبل، يعني ما فيهش شي بزاف القوام، الكميه كثيره ولكن يعني فيك تعمل كميه قليله ماشي مشكله. وداتيت غنقول لكم هنايا اميس يا لاف يو، باي باي عليكم الغزالات الحبايب، باي.